اهلا بحضراتكم. الحقيقه ان العنوان العريض اللي اتجمع حواليه العالم كله من بعد موضوع الكورونا هو موضوع الاقتصاد، الفلوس بشكل مبسط اكتر. فقرتنا دي زي ما نوهنا في المقدمه احنا هنتكلم عن موضوع تنظيم اقتصاد البيت، تنظيم مصاريفنا علشان نقدر نعيش بشكل متوازن وننبسط. ما نقدرش ننكر ان الفلوس شيء مهم جدا في الحياة، وسيلة مهمة جدا عشان الواحد يقدر يعيش كويس، يقدر يلاقي فلوس يتعالج، يقدر يجيب اللي هو نفسه فيه، يقدر يسدد التزاماته الأساسية. ولكن في زمن الأونلاين، في زمن الكروت الائتمانية، في زمن الإغراءات الكتيرة، في زمن المباهاة بكل حاجة، في ناس بتفقد عقلها، أنا أسفة أقول يعني، وراء الصراعات والاتجاهات الجديدة، وراء أنها تشتري وتحصل على كل حاجة حتى لو ده ورطها ماديا. شفنا ده في أوقات كتيرة لما كنا بنحكي لحضراتكم قصص كتير عن الغارمين والغارمات. للأسف كلنا معرضين أن احنا نقع بشكل أو بآخر في مشكلة أن احنا يبقى اللي بنصرفه أكتر كتير من اللي داخل لنا. ضيفنا النهارده اللي منورنا في بيت السفير عزيزه الاستاذ مصطفى مجدي، هو صانع محتوى وبيتكلم تحديدا في موضوع الفلوس. اهلا بيك. اهلا بيك. موضوع الساعه. موضوع الساعه بالظبط. احنا يعني هنكمل كلامنا اكيد معاك يا استاذ مصطفى، بس خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع تاني لحضراتكم. أنا اسمي عادل زودي، المهنة دي شغال فيها وأنا عندي 8 سنين، أنا حالياً عندي 64 سنة، يعني أكتر من 55 سنة شغال في المهنة دي. في البداية ما كنتش طفل، ما أعرفش أحب ولا أكره، بس لما قعدت فيها وتعودت إن أنا أكبر فيها ابتديت أحبها. حسيت إن المهنة مهمة، مهمة بالنسبة لي، إن فيها فن. أنت النهاردة لما بتعمل قطع فنية وتلاقي في اقبال عليها تبقى مبسوط، فاهمني؟ تاني حاجه لما بتجدد لازم تجدد، لان انت النهارده عملت حته غيرك بيقلدك مش عارف، فانت لازم تفضل في التجديد على طول. هي دي الميزه اللي الحمد لله شغال عليها. بيبدا بودره بتجيلنا، في عامل بيجي بينقحها ويجمدها ويجيبها لي لحد ما بشتغل فيها كده. بيخلص من ايديا، في اللي بينحت ورايا، في اللي بيلون، يعني بياخد تيم يعني كامل لغايه ما الحته توصل زي ما انت شايف حضرتك. تعتبر المنطقه كلها تبقى معرض للفخار. منطقه الفسطاط او الفواخير الجديده او كده خلاص بقت معروفه ان هي معروف دي معرض الفخار. احنا دلوقتي في معرض فواخير الفسطاط. احنا هنا السبب الاساسي ان احنا بنشجع صناعه الفخار وبنروج للحرفه وبنعرف الناس كلها طبعا بالقريه، وان احنا في ايدنا في حرفه مصريه في ايد مهره وهم جواهرجيه الطين. احنا عندنا 152 فخوره بفنانينهم كلهم، معظمهم ان شاء الله عارض معانا، ومنهم الفنانين ومنهم اصحاب الفواخير اللي هي الفخار البسيط بتاع البيت بتاعنا، اللي اسعاره اقل من اسعار السوق بره لانه خارج من المصدر نفسه. ومعانا في نفس الوقت الفنانين بالتحف الفنيه بتاعتهم، ده معروض وده معروض وده موجود، ويا رب كل الناس كلها تيجي تشارك معانا هنا في المعرض وتنجحوا معانا. منورنا في الاستوديو استاذ مصطفى مجدي صانع محتوى، ويعني اهلا بيك مره تانية. اهلا بيك مصطفى. طبعا انت بتتكلم في المحتوى اللي بتقدمه او في الفيديوهات اللي بتقدمها اكتر عن الاستدامه والحفاظ على البيئه، ايه اللي خلاك تروح وتتكلم عن الفلوس والميزانيه؟ حسيت بقى انه الموضوع كده داخل في منعطف صعب فمحتاج تنقذنا؟ طيب بصي، هو الموضوع كله مرتبط ببعضه. يعني انا بقدم محتوى عن الانفايرمنت والكلايمت تشينج، التغير المناخي، دي حاجه كلنا بنعاني منها بقالنا شويه ولسه مكمله شويه. وحاجه تانية اسمها السستينبل ليفنج،
sustainable living او الحياه المستدامه هي ريليتد بانه انا ازاي كل فعل بعمله في يومي ما يبقاش بيأثر على البيئه بشكل سيء. وانا بشتري حاجه، استخدامي للبلاستيك، اي حاجه وهكذا تكون مش بتأثر على البيئه. ده كمان مرتبط بالاستهلاك، انت كل ما كنت بتستهلك اكتر وبتشتري اكتر فده ليه امباكت سيء على البيئه، ليه امباكت سيء على الموارد، وقع سيء على البيئه. بالظبط، فالاثنين مرتبطين جدا جدا. فانت هتلاقي نفسك كل ما بتكون بتصرف اكتر، كل ما تكون بتشتري حاجات اكتر، فانت كده بتاخد من الموارد اكتر اللي موجوده في البيئه بتاعنا، فبيكون الويست بتاعك او المخلفات اللي طالعه منك اكتر واكتر. فالموضوع كله ريليتد ببعض. طبعا الناس حاسه دلوقتي اهميه الكلام اللي متعلق بفكره الصرف وهكذا، لانه الظروف العامه في العالم صحيح. متعلقه بالفلوس، انه في مشاكل، فالناس قادره تلمس شويه او تريليت لفكره انه معيش فلوس قوي، انا بصرف مش لاقي فلوس، بصرف اكتر، طب انا محتاج اخد بالي وهكذا. فمن هنا جت فكره انه نقول شويه نصايح صغيره كده ليها علاقه بانه يا جماعه لا، محتاجين ناخد بالنا ان احنا نقلل من المصاريف بتاعتنا شويه وما نتاثرش بشويه حاجات حوالينا. طب انت بتخاطب مين؟ يعني انت بتستهدف الشباب ولا بتستهدف الناس بشكل عام؟ وخصوصا انه يعني في مشكله دلوقتي، الناس كتير بقت بتستخدم الكريدت كارد او كروت الائتمان او الكروت اللي هي بيبقى عليها بعض فلوس وبتسددها، في كروت كتيره طلعت، اختراعات كتيره كده. في قصه طويله. فالواحد لما بيدفع بكارت مش بيحس، ايوه بس مش بتحسي انه ان انت طلعتي فلوس حيه يعني أيوة. من جيبك، وبالتالي خسرتي فلوس. ده حقيقي. فانت بتخاطب اي فئه؟ وهل بتتعامل كمان مع الناس اللي هي بتستخدم الطريقه الالكترونيه في الصرف؟ بصي، هو يعني كلنا عاجلا ام اجلا هنكون بنستخدم الوسائل دي، بس لانه العالم كله رايح للحته دي، فاحنا مجبرين على ده، لكنه للاسف هو بيأثر جدا. يعني هو مثبت فعليا انه انت لما بتستخدم الكارت بتشتري حاجات اكتر، انت احساسك صح. ان انت ما طلعتش فلوس، انت مش حاسس انت صرفت، مش حاسس، فاللي هو يلا خلينا نشتري. وكمان الكريدت كارد اسوأ من الديبت، على الاقل الديبت انت اشتريت من فلوسك، لكن الكريدت يا عم ده لسه شويه، طب ما انا لسه هسدد كمان شويه، طب ما انا لسه هقسطهم، فالامور بتبقى ماشيه. يعني ناس كتير قوي يقول لك انا هسافر سفريه وهستخدم الكريدت كارد من غير ما ابص، ولما ارجع ابقى اسدد. فالموضوع ده بيخليك تصرف اكتر بكتير جدا. عشان كده بنقول انه بقدر الامكان استخدم كاش لو تقدر، او انه انت تبقى عارف كويس انت هتشتري ايه. الموضوع مش انه انا اطلع على الكاشير الكريدت كارد واخليه يسحب وخلاص، لانه وقعها عليا مختلف خالص خالص. لان انا بشتري ببقى حاسس انه الحاجات دي انا محتاجاها، فخلاص هجيبها بقى. يعني اللي كنت او عجباني ساعات مش محتاجاها ولا حاجه، بس هي عجباني او عجباني بالظبط. يعني لو كنت يعني عندي اوبشن او خيار ان انا اجل الحاجه دي لو هدفع كاش او ديبت، فبالكريدت لا انا بستسهل وبجيبها. ده حقيقي، لانه انت لسه هتسدد كمان شويه، بيتهيألي كمان زود ده فكره الاونلاين شوبينج. انت اوقات انت وانت قاعد زهقان دمرنا بالظبط، يلا حطها في الكارت يلا، وتلاقي المندوب جاي عليك وتطلع تجري وما تردش عليه، مش مقاسك وتطلع مش هي وحاجات ثانيه، وانت نفسك في البروسيس كلها مش حاسس اصلا بانه في فلوس راحت ولا جت. هو انت اتسحبت من الكارت وجات لك الحاجه، فالموضوع وقع عليك سهل قوي، فبتكرره كتير جدا وترجع انت ما بنحسش بقيمه الحاجه كمان. بتهيالي يا مصطفى يعني بنحس ان الموضوع سهل قوي، الحاجه جت خلاص تمام، ده حقيقي. يعني فرحتنا بالحاجه صح ليك حق. بصي فرحتنا كمان بتقل، هل ده سبب برضو؟ فرحتنا بتقل، وكمان للاسف بقى في حاجات كتير قوي حوالينا بتربط فكره الانبساط بالشراء. يعني انت بس ايه المظهريه دي بس كده، فانا هروح اشتري حاجات عشان يبقى انا جزء ايموشنال اكتر. فانا دلوقتي حاسس ان انا اشتريت حاجه جديده، رحت في كافيه، رحت شويه كلت حاجه غاليه، فانت بقيت الموضوع مرتبط بان انت تشتري عشان تتبسط. فالموضوع مش ماشي كده خالص. هو في اعلانات كتير وحاجات بتحسسك ان هو دي الطريقه بتاعه الانبساط، لكن مش هي دي ابدا ابدا. مين مين اكتر ناس من لو انت يعني لمست انت كشاب وبتخرج او بيجي لك ردود افعال مثلا على الفيديوهات، مين اكتر ناس بتصرف بلا تركيز وبلا وعي؟ بصي للاسف الشباب الصغير بيصرفوا اكتر جدا، لان هم معرضين لحاجه بنسميها البير بريشر او الضغط المجتمعي. هو خارج خروجه ممكن تكون غاليه عليه شويه، بس هو مش قادر يقول كده، لانه مكسوف من صحابه، وصحابه كمان مكسوفين، فكل الدايره مكسوفه من بعض، وعماله بتشتري وعماله بتخرج وحاجات هي اكتر من قدرتها الشرائيه. ده سن ايه مثلا؟ سن الجامعه ولا؟ بصي دايما السن بين 18 و 24 هو من اكتر السن اللي بيتاثر بالحاجات دي شويه. ده نفس السن اللي بيتاثر شويه بانستجرام وصور الناس اللي لابسه لبس معين، فانا عايزه شويه كمان بيتاثروا. نعم، الاصغر شويه كمان. ده حقيقي الاصغر، لان هم كمان طلعوا وتربوا على وجود الحاجات اللي هي زي انستجرام، الحاجات اللي بيشوف عليها دايما
ناس بتخرج دايما، ناس لابسه دايما متحيزه. يعني دول ما عندهمش كارت قوي عليهم بس كنترول شويه، بس بيبدا من ان هو يطلب من اهله انا عايز كذا انا عايز كذا، بيفضل في سلسله طلبات كتيره واهله مضطرين يلبوها. ما هي المشكله ان هو الاهل هم مش مضطرين يلبوا، هم مضطرين يتعاملوا مع الموضوع بكنترول اكتر. لان هو في اهل بيكون هو مش فارق معاه خالص، غير انه انا بوفر لك حاجات، هو عايز منك دايما حاجات، فانت فاكر ان انت كده بتساعده. بس هو بالعكس، انت بتخليه طفل، هو يعتبر طفل، فهو طفل استهلاكي، متخيل ان هو كل حاجه يطلبها هياخدها. الحياه صعبه، الحياه مش كده، الحياه مش بابا وبقت اصعب طول الوقت بالظبط موجودين يلبوا. طب ايه الحل؟ يعني انت عرفت طيب المشكله، الحل في ان انت تحط ميزانيه. يعني برضو في حاجه محتاجين نقولها كده وناكد عليها، ان انت مش محتاج تكون خبير اقتصادي خالص عشان تحط لنفسك ميزانيه. انت محتاج ايا كان المرتب بتاعك تحط الميزانيه، وفي طرق كتير بسيطه قوي ازاي تحط بيها ميزانيه. اشهر واحده ان انت تحط نسب، بتقسم السالري بتاعك المرتب اللي هو 100% 50 30 20. 50 دي الحاجات اللي انت مش هتقدر تعيش من غيرها، يعني الاكل والشرب مثلاً والسكن، الحاجات الضروريه. فلو انت مثلا الكهرباء والغاز والميه دي اساسيه، ده اساسي لازم تعمله. فلو انت بتاخد 5000 جنيه ورحت اجرت ب 3000، فكده غلط. انت عندك مشكله، انت عديت النسبه اللي هي 50%، فده في ريشيو انت محتاج تظبطه. طب ال 30% اللي بعدهم دول ليهم علاقه بالحاجات اللي انا قررت انها اخليها في حياتي، بس هي مش اساسيه قوي. زي مثلا حاجات انترتينمنت، مثلا اشتركت اشتراك شهري في حاجه، في خدمه، خروجه، هديه عايز اجيبها، حصل حاجه ممكن الغيه عايز سفريه بالظبط كده، اقدر اغلي الحاجات دي، مش هتاثر قوي على الكواليتي بتاعت حياتي، لكن هي حاجات رفاهيه شويه. اوكي. ثالث حاجه متبقي 20% سيفنج بتاعتي، انا لازم بحوش. يعني انا لو خارج من الشهر مش محوش، يبقى انا عندي مشكله ايا كان السالري. احنا بقينا نخرج مديونين، ما هي دي حقيقه مش محوشين. دي قصه تانية، ليها طريقه تانية انت محتاج تظبطها عشان ما تخرجش مديون. طب هل مهم بالذات للناس اللي عندها بيوت ان انا اكتب مصاريفي طول الوقت؟ 100% احنا الطريقه دي اوقات بنلاقي ورق بندعبس كده، نلاقي ورق بتاع اهالينا او جدودنا بجد كانوا بيكتبوا بالملايين. ده مهم جدا ومثبت انه انت اكتب الحاجات اللي انت بتعملها، لان مفيش حد بيروح يصرف وخلاص. قبل الستيب دي حدد جولز، بس يعني قول انا مثلا الشهر ده هجيب كذا. يعني لو انا هقرر انه كل شهر هعمل حاجه، فوالله اقول الشهر ده هجيب بنطلون، ففي هدف. ماشي. وطول الشهر اكتب انت بتصرف ايه، وشوف الكالكوليشن او الحسبه في الاخر. يعني شوف الموضوع هيطلع معاك، المفروض يعني انه يطلع معاك زيرو. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا بقبض 5 ومصروفاتي هقعد اكتبها، ومنهم طبعا 20% سيفنج، المفروض المحصله تطلع زيرو. لو في فرق يبقى انت عامل حاجه غلط. يعني لو في ماينس يبقى انت صارف اكتر، بالسالب في حاجه غلط، يبقى بالزبط. اعيد ترتيب بقى الاولويات تاني، ودي مهمه جدا وبيتاكد عليها دايما، انه دايما الاولويات لل 50% اللي اتفقنا عليهم. يعني لو انت زي من نفس المثال 5000 جنيه وقمت رايح مقرر انه ايه ده القميص ده حلو بس هو ب 3000، لا هو انت كده عندك مشكله. انت انت خلص ال 50% الاولويه، وبعدين فكر في الباقي تقدر تشتري ايه، لانه القميص مش اولويه. طب اغطي اتفضل اتفضلي يا شيخ. لا انا عايز اعرف بقى ال 20% اللي المفروض نطلع محوشينهم دول نوصل لهم ازاي؟ طيب احنا اتفقنا انه مهما كان المرتب انت لازم تظبطها بالترتيب ده. طبعا في شويه فاريشن، مش لازم النسبه تطلع 50 30 20، بس انت لازم تحط في الحسبه 20% دول هيكونوا سيفنج او هيكونوا ديت او ديون عليك، لان انت برضو ممكن تكون بتقسط حاجه فهتطلع بال 20% دول. فانت لازم تحط عندك اولويه انه لازم يكون في 20% موجودين، لانه في حاجات بتحصل فجاه. طوارئ، ما هو ممكن يحصل طارئ فجاه. او على فكره مش بس طارئ، هو يعني انا لو هضرب مثال على نفسي، انا بحط انه انا عايز اسافر مثلا مره في السنه، بما اننا هنتكلم على فكره السفر. ماشي. او ان احنا في الصيف. طب السفريه دي انا لو فكرت فيها وقت ما اجي اسافر هتطلع بالك كبيره جدا. يعني هيطلع ان انا دافع رقم ضخم. لكن لو انا من اول السنه بحوش 20% من المرتب بتاعي، هيطلع عندي في الاخر مبلغ انا مش حاسس قوي انه كبير، لانه انا حوشته على مدار شهور، فبقعد سنه كامله بحوش عشان في اخر السنه اسافر سفريه واحده هتبسط فيها شويه. فدي الطريقه المفيده انه انا اكون بحوش. تمام. طب في لعبه بتتعمل كده ساعات، وبرده يعني قول لنا العواقب بتاعتها، ان في ناس بتبقى عندها اكتر من كارت، فتاخد من كارت وتسد من ده من كارت ده، وتفضل تعمل لعبه الطوائي دي. الطوائي دي اللي هو اخرها بيتسجن على طول. يعني هي الحسبه يعني هي اخرها اكيد. بصي احنا احنا أكيد. احنا للاسف شويه الناس بقت تستسهل ده، لانه بقى في سهوله ان هو يطلع كروت كتير ويعمل ده،
بس محتاجين ناخد امثله من دول تانية. يعني الحمد لله الموضوع ده مش منتشر قوي عندنا، بس بجد في دول تانية الناس حياتها قايمه على الديون. أيوة. هو عمال بيلف في الدايره دي، او عقارات مديون بقيمه ايجارها او مصاريف او كده، او حتى مصاريف. هي فكره الكروت انك بتسحبي من كارت وتاخدي من الكارت الثاني. أيوة. تسدي الكارت الاولاني ونفضل كده يعني. هو بيخرج في الاخر مديون. بنشوف في دول في ناس بتبقى هومليس في الاخر بسبب ده، ان هو مديون لعبه الكروت. أيوة. وعمال يلعب ويغير وهكذا. وانت مش المفروض تعمل كده خالص. انت عمال بتصرف من حاجه هي مش بتاعتك اصلا. صح. مش معاك. ولازم تبقى حاطط ده دايما في بالك، ان الفلوس دي مش بتاعتك، انت لسه مش بتملكها. صح. بنحاول بقدر الامكان. يعني انا حتى اوقات شباب تبعت تقولي والله انا عايز اعمل مثلا فيزا، ما تقولي على الخطوات وبتاع، فانا برد عليه بقول له بقدر الامكان استخدم ده كاخر اوبشن. يعني مش اول حاجه، مش اول حاجه خالص. طريقه من الطرق بتاعه ان انت تظبط الميزانيه بتاعتك اسمها النو بادجت. النو بادجت ده بيقول لك ما تصرفش فلوس لسه مش معاك اصلا. ايوه. استخدم الفلوس اللي موجوده مهما كانت المغريات وسهوله الكريدت كارد، استخدم باللي انت ماسكه. ما هو احنا كلنا عندنا كريدت كارد، لكن انا مثلا بخلي الكريدت وانا بستخدمها اوقات بخليها تسحب. الله. تعمدت ما اعملهاش عشان ما اوصلش يعني. الله ينور عليك. بستخدم ديبت. انا بجد بستخدمها كانها ديبت. يعني انا بخليها تسحب في الوقت العادي بتاعها خالص. انه ما اجلش 55 يوم وكذا وكذا، لا، عشان احس انه انا بصرف من فلوس هي اوريدي معايا، عشان ما اقعش في الفخ بتاع انه انا عمال اسدد في دماغي. طلعت السفريه ورحت المصيف، لو انا لوحدي مقدور عليه، بس لو حد عنده اسره، الوقت ده الولاد بيبقوا عايزين كل حاجه، يعني مستنيين الاجازه دي. بحقيقة. برضو اظبط ازاي الميزانيه والفلوس، واسامح نفسي لغايه فين انه ممكن اخرج عنها عشان ارضيهم وابسطهم، لغايه فين يعني. تكمله على سؤال شيرين بقى، بقول لهم فعلا انا ميزانيتي كذا ومش هقدر اطلع عن الرقم ده ولا لا؟ بقول لهم طبعا دي حاجة لازم يكونوا الولاد مشاركين فيها. يعني أنا بحس إن إحنا عندنا مشكلة إن إحنا مش بندخل الولاد معنا في نقاشات كبيرة مهمة. هو على فكرة اللي عنده 5 سنين هو فاهم كويس يعني إيه فلوس، وفاهم كويس إنه ده بيتجاب بالفلوس. صح. وإنه لو أنا معيش فلوس. نصحين ما شاء الله. نصحين، وأنا محتاجة أتكلم معاه بالشفافية دي عشان ده مهم، وعشان هو يطلع طفل مسؤول. صح. فده مهم إن أنا أعمله. بس في حاجات طبعا أنت تقدر تظبطها عشان ما تلاقيش نفسك عمال تصرف. يعني فكره انه يا جماعه احنا كلنا هناكل اكل في البيت، ده الطبيعي، وده اللي هنعمله في السفر كاننا في بيتنا. وهنخرج مع بعض خروجه واحده. أوكي. فهنصرف بالشكل الفلاني. في الشراء من بره والاكل بره. ده جزء من السفر للاسف يعني عند الولاد. يعني هو جزء طبعا، او ممكن مش كل يوم مثلا، ده حقيقي. بس احنا ممكن نعملها ماشي مرتين في الاسبوع. لكن مهم ان احنا نكون معرفينهم يا جماعه انه احنا عندنا بادجت هنمشي عليه كلنا، لانه كلنا مسؤولين. ولو الفلوس دي خلصت مش هنعرف نكمل السفريه وهنروح. أيوة. فخلونا نستخدمها. وعلى فكره ممكن نقعد ونجيب ورقه ونكتب مع الولاد ويكونوا مشاركين في الموضوع ده. ده لذيذ جدا. وبالتالي هو هيطلعهم شويه مسؤولين ومش فاكرين ان الفلوس دي من بنك الحظ، او ان انا بصحى بلاقيها جنبي. أيوة. يعني جايه بصعوبه واحنا هنصرفها يا اولاد عشان انتوا تتبسطوا، فيا ريت نصرفها بمسؤوليه اكتر. طيب الشباب بقى، يعني احنا اتكلمنا عن ان الشباب بيبقوا موجودين مكسوفين، كل واحد مكسوف من صحابه، في الاخر بيلاقي نفسه بيصرف رقم في خروجه مثلا. دول يعملوا ايه برضو؟ يعني ايه الحل في حاجه زي دي عشان الضغط ده؟ بصي، هو انا بحس انه الضغط ده برضو هو في ستيب قبل كده شويه متعلقه بانه الاهل يكونوا بيتكلموا شويه على انه انت مش محتاج تكسب ثقتك بنفسك بان انت تكون بتصرف، او بان انت تكون لابس لبس معين. لانه هو الموضوع ملوش علاقه بكده تماما. انت وانس بس قلت لا يا جماعه الخروجه دي مش مناسبه ليا، هو بجد هتلاقي ناس تانية اتشجعت وحست انه يا عم طب ما تقول كده، طب ما تيجي نقعد على حاجه اقل. هم كلهم يعني مضغوطين. هو هم يصعبوا علينا برضو. هم متخيلين انه العالم كله كده. هو يا عيني متخيل ان كل الناس اللي على الانستجرام اللي في اماكن غاليه دي، متخيل الناس اللي بتعمل كده كل يوم. ده مش حقيقي. الناس اللي بتنزل احلى صوره عندها بالظبط. أيوة. فهو يا عيني متاثر عليه قوي. وانس بس انت تعلمه وتقول له شويه انه انت محتاج تثق في نفسك اكتر، ويكون الموضوع ده نابع من جواك انت، مش انه انت بتصرف او لابس ماركه معينه. صح. او بتعمل حاجه معينه. هتلاقيه هو عارف يتعامل كويس، وهتلاقيه شخص مسؤول، وسنه بسنه هو هيتعلم. هو بس قدامه مغريات كتير قوي بتقول له دايما اصرف. انت محتاج شويه تعلمه انه الانبساط مش معناه خالص الصرف. صح. انت محتاج تعلمه ده بان انت تاخده خروجه ما فيهاش قوي مصاريف. عادي ممكن نروح بارك على فكره، ونقعد ونفرش ملايه والحاجات البسيطه اللطيفه دي اللي نفسنا. الانبساط في الناس، مش في الصرف، مش ان انا عمال اشتري واصرف يعني. وهكذا. فهم طبعا عليهم ضغط، بس احنا نحاول شويه معاهم.
مصطفى يعني حضرتك جدا نورتنا جدا. انا مبسوط جدا انا كنت معاك والله النهارده. شكرك على وجودك معانا مصطفى مجدي صانع محتوى، نورتنا. ويا رب كده كلنا نكون عرفنا ازاي نظبط الميزانيه ونسافر ونتبسط ونقضي العيد كمان واحنا مش مديونين، بل بالعكس واحنا محوشين. هنطلع فاصل ونرجع مع حضرتكم نكمل فقراتنا.